بركة الله ينطلق شوط جديد والزميل محمد بن بريك تواصل بالتعليق. شكرا الكريبي ونهنئ مالك ذباح على اختطاف الشوط الأول الرئيسي. نهنئ علي بن عبد الهادي بن حبيشه النابت المري على هذا الفوز، فوز ذباح واختطافه لناموس الشوط الأول الرئيسي للزمول. أيها الأعزاء، أشواط قوية ومنافسات مثيرة حقيقة في ميدان الشحانية كما عودنا دائما هذا الميدان. أرحب في هذه اللحظات بالتواجد الكريم لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، المتواجد دائما وأبدا والموجه أيضا لكل ما يدور من أمور هنا على أرضية ميدان الشحانية. أيها الأعزاء، نتجه إلى مقدمة الشوط. هذا هو الشوط الثاني للحيل، ثالث أشواط الفترة المسائية. الظفرة على المركز الأول لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي على مقدمة الشوط، الظفرة وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، هنا تصل فرح. مرحبا بفرح ومرحبا بهذا الشعار. هذه فرح لناصر بن حمودة بن حمد العفاري أحد ممثلات الوجن دائما في المنافسات الخارجية هناك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلت بحور لمحمد بن سهيل بن هيان العامري اللي على المركز الثالث، ولكن دخول عليها الشاهينية تصل في أول نداء على المركز الثالث، تتقدم لسعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخال الكتبي، يتابعها سعود الحبسي في التضمير. المركز الرابع بحور لمحمد بن سهيل بن هيان العامري على المركز الرابع، ولكن أيضا دخول عليها وتقدم من بروق لمحمد بن راشد آل جبر النعيمي. بروق تتقدم إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد فيه وتتمركز في هذا الموقع بحور لمحمد بن سهيل بن هيان العامري. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أشواط قوية، الشوطين الماضيين أشواط نارية ليست أشواط عادية. أتوقع بأن بقية أشواط هذا المساء نظرا لقوة الأسماء المشاركة ولأهميتها سن الحيل وسن الزمول. إذن من واقع هذه المشاركة نستنتج ويستدرك كل المحللين وكل العارفين وملاك الهجن بأن هذه الأسماء، ومن المعلوم بطبيعة الحال أنها لم تصل إلى هذا السن إلا أيضا واحتفظوا فيها الملاك والمضمرين إلا لأهميتها القصوى. هذه مشاهدينا الأعزاء تغيير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات من قبل الشاهينية لسعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان، انتقلت مباشرة إلى المركز الأول، يتابع سعود الحبسي في التضمير. ركز يا سعود. المركز الثاني فرح، هذه فرح، هذه فرح، هذه العملاقة، هذه فرح، من صالت وجالت في السنوات الماضية في هذا السن، في هذا السن، في هذا السن بالتحديد في سن الحيل، من المشاهير الهجن هذه فرح، من المشهورات، من المشهورات دائما باختطاف المراكز الأولى، عانية من الوجن. ناصر بن حمودة الظاهري أو العفاري، ناصر بن حمود العفاري، يلا يا راعي الوقن، يلا يا راعي الوقن، ركز. نتمنى لك التوفيق ولإخوانك المشاركين. المركز الثالث تصل بروك محمد بن راشد بن خالد آل جبر النعيمي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ننتقل من بروق اللي منطلقه ومن دفعه انطلاق قوي. الله يوفقها ويوفقك يا مالكها ويوفق المشاركين وينومسهم في هذا الشوط وفي هذا اليوم وفي هذا الموسم. المركز الرابع الظفره تصل، تتقدم الظفره لمحمد بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس بحور، بحور، بحور من الفوز، بحور من الناموس، بحور من السبق، متواجده ليس بحر واحد بل بحور، مجموعه بحور على المركز الخامس انطلقت مع شعار بن هيان العامري، من يدفع بها في هذا الشوط. هذه بحور لمحمد بن سهيل بن هيان على المركز الخامس، وانتقل
انتقلت مباشرة إلى المركز الرابع على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي والنقل المباشر لوقائع اليوم الختامي من هذا السباق المحلي التاسع. خلاص يا مضمرين، السباق الختامي على الأبواب، ما عليكم إلا ترتبون الأوراق وتعدونها وتضمرونها وتجهزونها، وفالكم التوفيق والناموس والخير. نعود إلى المركز الأول، من انتقلت بروك، بروك على مقدمة الشوط، بروك لمحمد بن راشد بن خالد آل جبر النعيمي على المركز الأول بروك، وأدائها ممتاز ممثلة لأبناء الميدان في هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي في رصيدها سيارات، هذه في رصيدها المركز الثاني، حصل على العديد من الجوائز العينية وكرموها في سباق سمو الأمير الوالد، هذه من الفائزات بالمراكز المتقدمة الأولى، هذه على المركز الثاني وخطيرة خطيرة وتقدمها خطير على المركز الثاني. المركز الثالث ديروا بالكم من المركز الثاني، هذه الشاهينية سجلها حافل بالإنجازات ومرشحة ترشيح مبطن عليها. المركز الثالث بروك محمد بن سهيل بن هياد العامري. المركز الرابع وصلت الصغيرة غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، مرحبا بالصغيرة، مرحبا بها هنا في هذا الشوط، أيضا من الأسماء القوية المتواجدة في هذا الشوط. المركز الخامس وصلت مياسة لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، يقدم مياسة، والكيلو الكيلو وين متر يا مضمرين، كيلو وين متر عن خط النهاية، ومياسة على المركز الخامس. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها عذرا وعفوا لملاكها، يجب الدخول إلى دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى مقدمة الشوط، بروق على المركز الأول، جرت الشوط بروق، ولكن بروق محاطة بالشاهينية من اليسار ومحاطة أيضا من ومحاطة من بحور من اليمين، ثنتين محاربتين أصيلتين يتربصن ببحور في هذا الشوط أو ببروك. هذه بروك على المركز الأول، محمد بن راشد الجبر النعيمي يقدمها خير تقديم، يحضرها خير تحضير. الشاهينية على المركز الثاني، المركز الثاني هذه الشاهينية سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخال الكتبي، سعود الحبسي يتابعها في التضمير. المركز الثالث وصلت بحور محمد بن سهيل بن هيان، وانطلقت الشاهينية، تحركت الشاهينية وانطلقت بروك، وانطلقت بروك على المركزين الأول والثاني، بحور على المركز الثالث، وصلت الصغيرة على المركز الرابع، تعود ملكيتها لغانم بن عبد الهادي الشهواني. مياسة على المركز الخامس، بدأ الانطلاق خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، الألف ومئتين متر الأخيرة، بدأ الجد، بدأت الأوامر، بدأت أصوات الجهازات تتعالى في هذا الكيلو، تتعالى بالنداء. يا سلام بروك والشاهينية، والشاهينية الشاهينية وبروك وبحور على المركز الثالث، بحور وشعار بن هيان العامري، يا سلام الشاهينية وشعار بن مرخان على المركز الأول، أبناء دبي أبناء المرموم على مقدمة الشوط، أبناء الشحانية مع بن جبر النعيمي على المركز الثاني مع بروك، وأيضا الله انطلقت بحور، انطلقت بحور، بحور يا بحور، بحور يا بحور، تحركت بحور، راحت بحور، انطلقت بالناموس، انطلقت بالفوز كانطلاقة الصاروخ، ما شاء الله تبارك الله عليها على انطلاقة بحور. الله يا بحور، محمد بن سهيل بن هيان العامري جر الشوط وجره يا بن هيان جره، يبدو بأن الشوط يذهب إلى مالك بحور. المركز الثاني الشاهينية، المركز الثالث بروك، المركز الرابع وصلت بشاير راشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الرابع، ولكن بحور أبناء العين يتميزون في هذا الشوط، هذه بحور الأقرب للفوز، بحور 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 على المركز الأول، الشاهينية ترفع راية التهديد ولكن بحور هي الأقرب للفوز، بحور بحور تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن هيان العامري على هذا الفوز المستحق، سلام يا بحور سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخال الكتيبي، المركز الثالث بشاير لراشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي، المركز الرابع بروق احتلت المركز الرابع لمحمد بن راشد آل جبر النعيمي، المركز الخامس الصغيرة
لغانم بن عبد الهادي الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى. هذه بحور عندما اختطفت المركز الأول وناموس الشوط. وهدية السلام إلى شعار بن هيان العامري وإلى أبناء العين في هذا المساء. فتهانينا والناموس. هذه بحور تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق 30 ثانية، 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بحور محمد بن سهيل بن هيان العامري. المركز الثاني وصلت الشاهينية 9 دقائق 31 ثانية، 60 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخال اكتبي. والتهاني موصولة للمضمر سعود بن علي الحبسي. المركز الثالث وصلت بشاير وتوقيتها 9 دقائق 33 ثانية، 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بشاير راشد بن ناصر الجبر النعيمي. والتهاني